ابو دعوتي سفيان، مرحبا بك، نورتنا بحضورك ومتعتنا بهذا النغم، وراح نستمتعوا اكثر وتستمتعوا مشاهدينا بصوته المميز، لانه ما يعزفش فقط على اله الجيتار وعلى الات اخرى، ايضا عنده صوت ولا اروع منه. قول له صباح الخير، مرحبا بك. صباح الخير جميع مشاهدينا، نورتنا. الله يسلمك، نورت بوجودك. ونورتنا بحضورها ايضا بن حمادي مريم، ونزولا لطلب كثير من المتفاعلين مع صفحتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكانوا تعرفوا على كل ما هو اكسسوارات رفقه من خلال العروس. اليوم راح تنتقل الى ابن العروس ومزيود جديد. نقول لها صباح الخير، نورتينا. شراك. مرحبا بك. مشاهدينا الكرام، نورتينا. الله يسلمك. وش هذه الطلبات عليك؟ ما شاء الله عليك. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. يعني خدمه. برافو عليك، برافو عليك. دونك اليوم راح نتماشى، وكنا تعرفنا على الحلويات منذ قليل الخاصة بمناسبة ازدياد مولود جديد واسبوع مع فلا شلوش. راح نكملوا مع ما يرافق الحلويات من كل اكسسوارات اللي ترافق المولود الجديد، صح؟ وي فوالا. جينا بهم اليوم. اليوم جبت تخوص تاع بيبي كومبلي. دونك وبنت انا نشوف لك ولا بيبي فوالا. اوكي. عندي طفله وجادوغ لي في. الله يبارك ربي يخليها لك. تخوصو فيه. جبت لو لوندو تاع لا كلينيك. دونك هذاك هذا اللي تخرج به من لا كلينيك. فوالا، بكري كانوا يديروهم اونوزي سامبل تو. دونك هذا الاختراع زيناه باش يتماشى مع كامل الاكسسوارات. نوع القماش اللي استعملتيه؟ ساتان. هذاك لو ساتان لا دونتيل ولو تشول. تمام. مع لي بيرل، مع لي اكسسوار، فيه ميم المخده تاعو. دونك هذيك لا بتيت كرونويير. حتى لا توني هذه انتيا؟ وي. بون انا شريتهم سامبل ونزينهم باش يجوا اسورتي كامل. تبيان. دونك فيها ميم البافوار، فيها لي موف لي تو. خدمت ثاني البانيي تاع كوسميتيك، هذيك المخده صغيره تاع البيبي. الله يبارك، المخده صغيره. صحتها البيبي ان شاء الله قريب تزيد مولاتهم هذه. ان شاء الله يكبروا في الخير. ان شاء الله ربي يعزهم. ان شاء الله كامل الاطفال الصغار. ان شاء الله كاين ثاني لا بونتوفل تاع لا مامون مع الداخل. وي راهي قدامها. اوكي. ايمن ايمن لا بونتوفل. هاي هنا لا بونتوفل. فوالا لا بونتوفل مع سيرتيت. يعني نخدموا لا جام، نخدموا لا جام كومبليت باش دوك لي مامون راهم اكتشف ام يشوفوا في اليوتيوب الانستغرام يقول لك نحبوا نديروا كيما هما. دونك حنا سينا نجزدوا واش نحب واش حبوا هما طلبيه تاعهم. طاقم كومبلي. طاقم كومبلي. وعندك مازال كاين لو بيجاما تاع لا مامو ايتو، ما كاش عندي الوقت باش نخدمها. كاين ميم هادي تعلق في الباب تاع دوك نوريها لكم. في الغرفه باللي زادت مزيوده جديده طفله. فوالا. الغرفه تاع المستشفى. المستشفى. لازم يكونوا فيه لي كاميرا باش ما يدوها، صح؟ ولا في الغرفه تاع لا شامبر ديريكتومون. هذه سي لا كوفرتور. داكوغ. دونك سي ان تروسو، ان تروسو كومبلي، يعني يجي كلش فيه باش يكون كامل اسورتي. شحال دام منك وقت باش تجسدتي كامل هذا الطاقم؟ يومين. يومين بركه؟ ماشي بركه هذيك باسكو جيتي اوبليج نخفيهم. يعني مولاتها ما يتربيش كامل سوايحها، يعني تفرغتي 10 بنتي وخليتها عند ماما، قلت لها جو دوم كونساكري ولا غير قعدت معاهم حتى 3 زور دو ماتان البارح باش كملتهم. ولا المكانات عندك العتاد في البيت؟ دايره اتوليي في البيت. قريب ان شاء الله نحل اتوليي ان شاء الله. وهذه يعني قلتها لكم اكسكلوزيفيتي باسكو نورمالمون هاد لي دو جور ان شاء الله نبدا فيه. كل شيء مبروك. الله يسلمك. كانوا بزاف لي زابوني في اليوتيوب يسقسوني. ان شاء الله هاني قريب نفرحكم به وندير لهم حفله صغيره نعرضهم فيها. خبيه خبيه. دوكا كنت نخدم في الصالون، في الصالون تاعي، وجي بارتاجي دي فيديو كامل ووريت لهم باللي باشياء بسيطه وما لازمش مكان كبير يطلب باش نقدروا نخدموا فيه ونخرجوا اشياء شابين كيما هذا. برافو برافو عليك. الله يسلمك. وفي مثل هذه المناسبات والافراح النغم الشعبي يكون حاضر اكيد. ومتعنا بالغنى تاعو. الله يبارك. هو يكمل لنا يزين لنا القعده. جاوتي سفيان، نورتنا بحضورك. مرحبا بك من جديد. كنا استمتعنا بوصله غنائيه. نتعرفوا عليك. جاوتي سفيان دي شعبي. كنت ندير اندلس من قبل عند نوال الفخارجي، فاهم الفخارجي معروف في الاندلس. درت ابري واحد العام ابري دور شعبي. يعني كنت في جمعيه خاصه بالنغم الاندلسي. اندلسي. يعني نفس المدرسه صح؟ اللي نفسها يعني اللي مروا على النغم الاندلسي يقدروا انهم يغيروا الشعب. يعني هو الشعبي ماخذ من الاندلس، يعني هو خرج اندلس كيخرج للشعب ولا سباوه الشعبي، يعني مخرج منه. يعني كيف كيف، يعني اللي دار اندلس جهه سهله امام شعبي. ودرست يعني فن؟ درست اندلس بعد درت شعبي. دوكا راني ابيبي عامين هكاك في الشعبي. وشي الحاجه اللي تختلف من بين شعبي وبين شعبي اندلسي؟ كل واحد عنده الاخر تاعو. شغل الاندلسي ملي كثرتها لبدات
يبي لك ترتها عفسه ثقيله ما تقدرش تلعبها كسواري ولا اندلس كش عنده قيمته وحده نخبوي الاندلسي والشعبي بالشعب نخبوي. الشعبي جاي صح. بالشعب على اسمه صح وباش باش انتقلت للفن الشعبي قمت بتدريبات اخرى على النغم الشعبي ولا بقيت محافظ على القواعد والاسس اللي ديتها من الاندلس لا بعد خلاص كي تدورها شعبي تقعد تختار بقواعد تاع الشعبي واحد عنده قواعد تاعو اندلس وحده والشعبي وحده والشعبي راك تغني وحدك اون سولو ولا انضميت الجمعيه احد الان في جمعيه في طوالي في دار الشباب تاع طوالي عند الشيخ شيخ رابح الحيه بمناسبه ولا يدربك هما يدرب فينا عندنا مجموعه يعني ندربوا كيف كيف كل واحد وكيفاش ولا حق يعني على حسب وفي الفرقه الاندلسيه من القواعد انه كل عضو بالفرقه لازم يعزف اله صح اكيد انت وش الاله اللي بديت بها في الشعبي كل واحد يعزف اله يعني نفس الشيء حتى في الشعبي صح اكيد انا بديت بالقطار بالقطاره بالقطاره بصح في الفرق الاندلسيه ما لقاوش القطاره في كاين دوكا ماشي كيما كاين كاين اللي درجوا القطاره في الفرق الاندلسيه صح يعني صار فيه تجديد في كل شيء كلش ما بقاش كومبليكي كيما كانت مع الاول الاندلس هذه يعني تفتح شويه كاين قطاره كاين جالس استلمون دوكا وفي نظرك وش هي الحاجه الفن اللي يخلي لك اريحيه ربما في الاختيار وغيره شعبي ولا الاندلسي انا بالنسبه لي شعبي باسكو شعبي قوشي كنا سمعينه من قبل تعرفوا ابي بري كيفاش وين راهو يبي الاخر تاعو الكود تاعو كيفاش الشعب يحبه سبا الشعب خير وش من المدرسه انت راك تنتمي لها عنقويه ولا هاشمي عنقويه هي الصح صح هي ما يستبدوا منها الاخر كاع يستبدوا من العنقويه هي راك تشارك في حفلات مهرجانات اعراس مازال حتى العرس مازال مازال ما عندكش جمهور مازال عندي جمهور في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المنطقه اللي عايش فيها انت منين وين تسكن اكزاكت ولاد فايد في ولاد فايد والجيرانك يعرفوا بلي كاين عندهم فنان اكيد يعرفوا على بالهم فهم صحابي وكاع بارطاجي فيسبوك انستغرام وما طلبوش منك انك تغني في اعراس لا انا اصلا مزال. انا لو كانوا يطلبوا بدي مازال 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 كاين كقواعد كاين طقوس تحتربوها لازم باش ندخلوا العرس كاين عفايس اصلا ما تقدرش تبدا عرس وكان بيطلعك الشيخ تاعك يطلعك العرس ما تقدرش تبدا في الشعبي هكذا اكيد كاين طقوس كاين طقوس باب العرس كي يبدا كاين كيما دوكا درت هذه توشين وبنت سلطان تبدا بها العرس يبدا بها يا بها يا رب المايا اوكي هذه ما كنتش نعرفها انا ومن بعد زعما في الوسط جديده بالنسبه لي انه فنان في فن الشعبي باش يروح يبدا يدخل هذا العالم ويطلع فوق المنصه لازم الشيخ تاعه هو اللي اكيد هو يعرفه بالجمهور وفي العرس زعما كي يبدا وهذه توشي اللي درتها دوكا هي عباره عن مقطع موسيقي كان تبع آلة واحد اخرى تبان لك موسيقى سيمفونيه تبان لك بزاف تبعها تبان اوركست كبيره بوراك هذه يبدا بها العرس تاع نوبه السلطان هي ولا ربي البايا في الوسط يديروا السيكا توشيت سيكا وبعد يقفلوها بتوشيت بوال وفي الاندلسي يقولوا المصدر صح؟ كاين المصدر كاين الخفيف كاين الطايح كاين بزاف كل واحد واسم تاعها والشيخ تاعك مازال ما جاتش في راسه انه يطلعك تغني فوق خشبه لا مازال ما عنديش بزاف باللي هل عندك ملي بديت؟ عندي عامين هكذاك عامين ومتقطع يعني ماشي اجور باسكو هم لي كومبو هم لي فاكونس وش راك تقرا؟ فينونس كونتابيليتي في راك في لافاك هذا العام ليسونس ان شاء الله ما شاء الله وقدرت انك توفق بين الجامعه وبين الفن يعني كي تكون لي كومبو ولا نحبس عام تاع الباك حبست كي يكون الاخر الدراسه اولويه برافو عندي. عليك برافو عليك مريم انت واش من نوع الموسيقى تسمعي كي تكوني في البيت وتقومي بالعمل نتاعك تحبي انك تسمعي تتخلواي مع موسيقى ولا لا تحبي كالم لا نحب الموسيقى ايه صح عندي شونتيغ واحد نسمعه اللي هو راغب علامه الله راغب علامه نموت عليه السوبر ستار راغب علامه راغب علامه وكان لي شرف تلاقيته ثلاث خطرات وين كي جا هنا للجزائر؟ زوج خطرات للجزائر ومره في دبي تبيا يعني ذواقه وسميعه تسمع نموت عليه راغب علامه نموت على غدا وفي الجزائريين واش من نوع طابع تميلي ليها اكثر شيء؟ القسنطيني المالوف وغيره مالوف جادور ديجا دوك كي جيت في لافواتور كنت دايره خرج سي ان سي دي جديد كنت نسمعه في طوروبي احنا البارح كانت عندنا محطه فنيه خاصه بفن المالوف نحيو كامل ناسنا وحبابنا من الشرق الجزائري عندنا باق سلطينه وغيره انت من الشرق من جيجل الله يبارك نحيو كامل من جيجل اذا لكن هذا الشيء ما يمنعش انك تستمتعي اليوم معنا تسمعي الفن الشعبي واخا كيما نحب انا يا في الخدمه تاعي ما نخدمش غير تخوصو بيبي عندنا كامل لا سيليكسيون دونك نستمتعوا كامل الشعبي واش من لا سيليكسيون اللي تمشي معاه
تصدارت على العروسه تصدارت على العروسه الحنه 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 كنا درنا الحنه المره اللي فاتت صح؟ وي وي يلا نعاودوا نسترجعوا ذكريات الحنه بحضور الفنانه جعوتي سفيان اللي راه سمعنا شيء يلا ولا ظني بتنساني تنسى وكري وحزاني ونعود غريب براني يستهل لي عشاق في القلوب اللي ما يحنوا يستهل لي عشاق في القلوب اللي ما يحنوا سباب غير جفاني من بعد سعيت وسعاني ضحيتك يطير الحاصل ما عرفت باب سجنه ضحيتك يطير الحاصل ما عرفت باب سجنه قولوا شهيلة العياني اللي غرمها مطاني أقهاني وبكاني الولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه الولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه برافو 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 عندك هذيك البحه لازم تكون حاضره في لازم الفنان تاع الشعبيه لازم حافظ كل القصائد القصيد تاع الشعبي القصيد اللي نخدموه لازم نحفظه اوكي اللي نخدموه في الجمعيه وقعدت لازم نحفظه شحال من قصيد راكو خادمين لا بزاف بزاف وحافظينهم كامل لازم نحفظه يعني لو كان نحفظوا دو كوبلي وطروا قسم انا نخدمه ابري كي يتعبب عليه نورمال تجيك الكلاب اللي تحطوا يجي عليه سواسوا صح لازم نحفظوا زوج مقاطع ولا ثلاثه باش نعرفوا وين نحبسوا لا نوت وين الكلمه وين تكوبا وين تكمل يعني لازم ممكن نكتبوا الكلمات نكتبوا زعما كل كلمه ولا نوت تاعها زعما تبدا بالصول تبدا من الله صح برافو عليك يعني في وقت وين نلقاو شبابنا يميلوا اكثر شيء للاغاني اللي تكون ريتميك وتكون تمشي في السوق كما يقولوا سوق الكاسيت وسوق الاصدارات يتبعوا الموجه تاع الشبابيه انت من الشباب اللي خيروا الفن الشعبي لا لا يعني نسمع ماشي ما نسمعش تاع المودرن دوكا نسمع كما قال لي جا بصح شو الشعبي يستهويني يعجبني يعني وراح تكمل فيه ولا نقدروا يجي وقت وين نسمعوا سفيان في ستيل واحد اخر قدروا وي يعني استبعدت كاين كثير من البرامج اللي تهتم بالاصوات الشابه والمواهب اكيد ما تقربتش من احد البرامج وشاركت؟ كانت تكون عندي مشاركه في Arabs Got Talent كانت تكون عندي ولكن هم حبسوا المواهب الغنائيه نقصوهم حبسوهم بزاف خاطر عندهم برامج اخرى The Voice وArab Idol ثم حبوا هذيك الوقت كل المواهب ما تكونش الغناء اوكي كل مواهب واحده اخرى سبب حبسوه كانت تكون عندي اتصالات يعني تقدمت ومن بعد تحبست يعني ما كتبتش. بالك برامج واحده اخرى ان شاء الله. وكنت خممت في الاغنيه اللي كنت راح تشارك بها؟ لا بصراحه ما كنتش خممت. ما خممتش. كنت كان درتها في بالي كنت راح نتفرغ لها ليها وحدها. يعني الاغنيه كنت راح نجوز بها كنت راح نتفرغ لها ليها وحدها. بعد الشعبي وش هو الطابع اللي يجيك مرتبه ثانيه؟ حد يسمع المود نسمع الراي يعني راي نورمال نسمعوا الراي بقيت تاع ماشي تاع دوكا يعني لا بيسمعوا فيه كاع. يعني يسمع الرايقين دور بعد يسمع الراي يسمع تبيع طوب يسمع بعد ما عنديش اشكال. وش نوع شكون هو الفنان؟ عندك فنان بالك تميل ليها اكثر شيء؟ صراحه مش فنان انا تعجبني غنيه ما تتبعش الفنان تتبع الغنيه تاع الفنان. دبلوماسي دبلوماسي مليح مليح والله غالي ما صار هايل هكذا باش ما يتزعفوش منه الفنانين الاخرين لانه راح يجي وقت وين يكونوا مع زملاء في الفن. برافو عليك يعني ما شاء الله عليك لازم يكون فيه ذكاء فني صح؟ اكيد صح أن يكون الفنان ذكي لازم يعرف واش يخير أغاني سواء في الأغاني سواء في الكليبة التلحين يعني لازم يكون فيه الذكاء تاع الفنان هنا يدخل كوبي عفسا كوبي رسالة ما فيهاش إشكال يعني كل واحدة تمشي حاجة تمشي اديها معليش ما فيهاش إشكال
دونك قلت لي ما كاش مشاركات ما كاش، لكن دركا اذا كان اكيد المستقبل انه كثر شافوك بالك تكون عندك فرص ان شاء الله. لكن اول شيء لازم يتوجهوا للشيخ تاعك باش هو يطلعك الميراث اكيد لازم هي قاعده. نوجه له تحيه ونوجه للشباب كامل المنضمين ليك. شحال انتم شباب؟ احنا دركا واحد 8 هكاك 8 شباب. واحد 8. برافو عليكم، يعطيك الصحة جعوتي سفيان، نورتنا بحضورك وإطلالتك. نشكرك أيضا مريم الحمادي على هذا التحف اللي تصنعيها ما شاء الله عليك، برافو عليك، ونتمنى لك كل توفيق إن شاء الله. نتلاقوا فرص فرصة إن شاء الله. برك نقول لهم باللي لي زابوني تاعي فلاشن يوتيوب اللي هي مريم أنايس راح نسيبوا تخوسوا تاع بيبي كومبلي، وموراها حندير لهم فيديو ملحسة إن شاء الله، فيديو تحضير حقيبة الولادة، يعني نكمل معاهم حتى الآخر إن شاء الله. ان شاء الله يا رب. اذا انا اقول لكم يعطيكم الصحه جيتونا.